قررت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم تشكيل لجنة للنظر بمدى صحة المعلومات المتناقلة عن وجود مرض التهاب الفم الحوصلي بشحنة أبقار حية مستوردة من كولومبيا في طريقها إلى الأردن. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأساتذة جامعيين مختصين في الطب البيطري. رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف أكد خلال الاجتماع أن الهيئة شكلت لجنة لمتابعة القضية فور وصول الشحنة، فيما تعهد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات بتزويد لجنة النزاهة النيابية بتقرير مفصل حول مجريات الفحوصات التي سيتم إجراؤها على الشحنة. أهم ما خلص له هذا الاجتماع أن هناك في توصيات، أول هذه التوصيات أن يكون هناك في الاستيراد من خلال دول يوجد لديها تمثيل دبلوماسي مع الأردن، ويفضل هذه الدول أن تكون من الدول التي لديها بروتوكولات أو اتفاقات تجارة مع الأردن. نستفيد من هذه النقطة أولا أنه ضمان سلامة هذه السلع المستوردة سواء كانت غذاء أو معادن أو أيا كان من المستوردات. ثانيا عندما يكون في هناك اتفاقية تجارة مع الأردن نستفيد من تبادل السلع، وهذا مما يحد من تضخم ميزان المدفوعات. أيضا اقترحنا أن يكون هناك لدى هيئة مكافحة الفساد، وهي ناشطة الآن في عملها وكما كانت قبل، لكن الآن أصبحت تصل لكل مكان ممكن يكون في شبهة فساد. اقترحنا أن يكون لديهم دائرة أو استحداث دائرة تعنى بالفحوصات المخبرية.